ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه أقوى عرض صار في دخون الإماراتي، بالرغم أني أعلنت لهم كثير يا جماعة في عطور عند دخون سعرها العلبة الواحدة على 445. تخيلوا 7 عطور أقل من 445، 7 عطور 394 شامل الشحن والضريبة والتوصيل وكل شيء. اختيارات العيال بطلة، واختيارات أبو عبد الله بطلة، بس ما أقدر أصرح فيها لما أنتم تجربون تحكمون هل تفوق الطالب ولا المعلم. والله يهنيكم على بندر ونقول له تعال اختار البي ام دبليو اللي تناسبك ونشوف ردة فعل. يا حلو هذا الاتصال. من هو سعيد الحب؟ كل يوم كل كم تسحبون؟ كل 4 ايام ان شاء الله سحب. كل اربع ايام ان شاء الله سحب. بسم الله تشوفون سعيد الحظ ان شاء الله يطلع. ان شاء الله يطلع السيارة ان شاء الله. والسيارة دعيتك مين تطلع عندك ان شاء الله باذن الله. بندر باحمد، بندر باحمد الله يبارك لك يا بندر. ما تختي وتحط رقم يا ابو عبد الله بداله. ما شاء الله نقز البيم قدام الناس كلها ما شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. قفل بندر. لا ما هو معك. هذا بيقطع رزقه. يا بندر هذا بيقطع رزقه. يا بندر تكفى لا تقفل. والله اني احس انه نايم. ترى اي واحد اسمه بندر بعد يجي فيه التفويته. معلش مشوا عدم اتصال. اعطوه فرصه. يلا يا بندر تكفى. يا بندر ودي احنا امك. كتفك. ما هذا حتى انت ما كتفك. والله الظاهر اكون مدعي الكلال احمد ما تدري منه. شكلي صلى العشاء. يمكن مع عياله براهين. اي واحد اسمه بندر يجيك قيف ترى ما يرد على طول. بالله هو اخر كلام. اي واحد بندر تفويته. اي واحد بندر يجيها الخير. اي واحد بندر يجي ثقيل وفي تفويته. انا اقول اذا ما ردنا اعطي السياره بندر اللي عنده. سميه سميه وحشه. انت الله يرحم امك تراني قاعد اصرف الموضوع عنك خلص. بندر ما يرد بنرسل له الرساله. يمكن انه يمكن انه قلت له يا رد ضروري. يا بندر يا اخي رزقك لا ترد. يا حلو احنا ما جلت. بندر ما يرد بنرسل له الرساله. يمكن انه يمكن انه قلت له يا رد ضروري. يا بندر يا اخي رزقك لا ترد. يا حلو احنا ما جلت. تم خصم بطاقه ائتمانيه. تم خصم ما جت زي كذا. من يوم يشوف رزقك بيردك على طول. هو يدق عليه لا تدق عليه. هو يدق هو اللي يدق. اي واحد اسمه بندر اذا جت الرساله هذه يدق على طول. تقدر تطلع هنا. انا لو اني بدال بندر والله لا اعطيك لفه بالسياره على الكلام اللي الله يجزاك تستاهل. نبي نشوف. عطى مجال. عطى فرصه تصير مره على هي. عطى فرصه. تعرفون احنا يا اهل الحجاز حارين. لا عطى فرصه طول بالك ان شاء الله. يرحم امك رد ثقيل ذا بندر. تكفى انا في وجهك رد. هذا بيهم والله لو شفت هل ترد وانت تعدي. اشهد بالله. بعدين تقعس على الحاره كلها بي ام. والله توقف الموقف اللي تبغاه. يا ولد نبضات قلب مخلد اقوى من الصوت. متوتر عشان السياره. تبون نوديه هي خط. لا 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 خل خط. يبغى يسوق السياره باي طريقه. وشلونك اخونا بندر ابو احمد؟ الله يعطيك العافية. الحمد لله بخير وصحة وسلامة الحمد لله. ايش علومك يا ابوي؟ والله طيبين والله الحمد لله. الله يعطيك العافية. تعرف مين اللي كلمك؟ مين معي؟ ما عرفت الصوت؟ بندر كيف بندر؟ والله مشبع عليه. ما ادري هو ولا هو مشبع الصوت. مين اللي مشبع عليه؟ حبيبنا غازي. وصلت خير ما شاء الله. طيب يا حبيب الله يحفظك. هو ابوه الا معاك ابو النصر شخصيا. الله يعطيك العافيه سعيد بنبع فوزك يا حبيبي. يا حبيبنا وينك فيه الان؟ والله الان في جده. يا خساره والله. يا بندر جايين عشانك الرياض. لا تقول والله في جده يا حبيبي. طيب يا بندر باحمد مبروك فزت معنا بي ام دبليو اخر. يا عيال خلص خلص.
باعت بندر حبيبي ما صدق. ها يا بندر مصدق ولا ما انت مصدق؟ والله ما دام منك والله يا حبيبي. يا بعد راسي هذه هدايا دخون اللي بلا شروط ولا قيود، راعي الطيب ابو عبد الله ودخون الاماراتيه وتستاهل. تعال انت اللي سجلك في الرابط مين؟ اللي سجلني الوالده الله يعطيها. هيا بكره جيب الوالده معاك وتعال اختار البي ام دبليو اللون اللي يعجبك ومبروك وتستاهل. الله يستاهل. هذا ما شاء الله بار بوالدته، سجلت اسمه وراقد وجته بي ام دبليو، ما شاء الله تبارك الله.